يا اهلا بيكم من قناة كنت ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل كلامنا عن الفلاتر نتوركينج باستخدام التشابر باكيج. دي القناة بتاعتنا على اليوتيوب، بالضغط على قوائم التشغيل هنبدأ نعرض ونختار الكرييتد بلاي ليست. هنبدأ نعرض جميع قوائم التشغيل بالنسبة للناس اللي هتبدأ تكمل في فلاتر. بنبدأ بالدارت بين قوسين عربي، وبعد كده بنبدأ بسلاسل الدارت. هنلاقي الدارت مترقمة واحد فلاتر بيسكس ما بين قوسين عربي، وبعد كده اتنين فلاتر ايمج ما بين قوسين عربي، وهكذا. وفي سلسلة خاصة بالاي بي اي انا شغال فيها اللي هي دارت سيرفر اند الباك اند اي بي اي مع الاكوادكت ما بين قوسين عربي. ده اللي انا شغال فيها في النتوركينج باستخدام الدارت كباك اند. النهاردة هنكمل كلامنا عن التشابر. وفي المحاضرة اللي فاتت احنا شفنا ازاي بجيب بعرض او بفتش لستة من كل الاوثرز وبعرضها في الليست فيو زي ما انت شايف كده، واقدر ان انا افتش او اعرض اوثر معين. لو انا ضغطت على الاوثر ده ببدأ اعرض الديتيلز بتاعته، ببعت للسيرفر الاي دي، وبعد كده بجيب الداتا الخاصة بالاوثر ده. النهاردة هنشوف ازاي ان انا اضيف اوثر جديد، يبقى انا ازاي اسند الداتا للسيرفر. يبقى موضوعنا النهاردة ازاي سنت داتا للسيرفر باستخدام التشابر باكج. ده موضوعنا النهارده. يبقى فاهمين هنعمل ايه؟ يبقى هنعمل يو اي تدخل فيها الاوثر نيم والبايو، تدخل فيها الاوثر نيم والبايو والايج، وتضغط على سيف يبدا يسند الداتا دي للسيرفر. ده موضوعنا النهارده. هنبدا مع بعض كده في اليو اي، نبدا نرسم اليو اي سريعا كده. قبل ما نرسم اليو اي انا هضيف ايكون هنا اللي هو اد ايكون. تكليك على الايكون ده نبدا نفتح باكج جديده او سكرين جديده. مع بعض كده لو جينا هنا شفنا، معلش انا متاسف جدا، نقفل دي كده ونفتح الدارت الفلاتر، سوري، نفتح الفلاتر ونبدا ده الهوم سكرين. هنبدا هنا في تعالوا مع بعض كده نروح على الليست فيو، ومش الليست فيو بقى، في الابار. ايوه ده المكان اللي هنضيف فيه الايكون. في الابار انا هبدا هنا اضيف اكشنز اكشن، والاكشن هنا هبدا اضيف ايكون بتون، وده هيكون الايكون. هتكون عبارة عن استخدم فيها ايكون، ادخلها هنا ايكونز دوت اد، استخدم الاد، وبعد كده احدد الاون بريست. والاون بريست هتكون عبارة عن انونيمس فانكشن بالشكل ده. طيب الانونيمس فانكشن هنا هبدأ انادي على النافيجيتور واتنقل او الراوت واروح للشاشة الجديدة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. يبقى انا لما كليك على، لو انا ضغطت سيف دلوقتي كده هتظهر ايكون زي ما انت شايف اهي اد. كليك على الايكون ده، عاوز بقى نبدا نفتح الشاشه الجديده او السكرين الجديده النيو سكرين. طب نبدا ننشئ النيو سكرين الاول. فانا اروح هنا في الفولدر اللي اسمه يو اي وهبدا اعمل فايل جديد، والفايل ده اسميه اد اندرسكور اوثر دوت دارت. وده هيكون عباره عن، هبدا هنا بالامبورت الماتيريال، وبعد كده هيكون عبارة عن ستيتفول ويدجت. ستيتفول ويدجت. الستيتفول ويدجت هنا هبدأ هتكون اسمها اد اوثر، وهريتيرن هنا في الستيتفول ويدجت هريتيرن سكافولد. والسكافولد هبدا هنا اضيف الابار، هيكون من نوع ابار ويدجت، والابار بداخلها التايتل هيكون من نوع تكست ويدجت. وهنا هكتب نيو اوثر، وبعد كده البادي ده هيكون عباره عن كولم، والكولم بداخله للتشيلدرن. هبدا باول التشيلدرن هيكون تكست، هنكتب فيه تكست فيلد هكتب فيه الاوثر نيم، اسم الاوثر. فانا هبدا هنا بالديكوريشن، وهيكون من نوع انبوت ديكوريشن. هنكتب بس الهنت، خاصيه الهنت، وده هتكون اوثر نيم. وبعد كده هكرر الكلام ده بالنسبه للاوثر بايو، عملت كنترول دي، وهنا هيبقى الاوثر بايو.
والاوثر باي هديها الماكس لاين عشان يبقى عدد الاسطر. ماكس لاين نديها مثلا 5 لاين عشان يبقى مالتي لاين يعني. وبعد كده هعمل واحده تاني خاصه بالايدج، هقول الاوثر ايدج وهشيل منها مش محتاج منها الماكس لاين. وكمان بطن هنا هيبقى من نوع ريزد بطن. الريزد بطن ده هيكون مكتوب للتشايلد مثلا، هنا هيكون نوع تكست ومكتوب عليه اد. والاون بريست، اون بريست ده هتكون انونيمس فانكشن بالشكل ده. طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا اعرف محتاج اخد النيم. لو عملت طبعا سيف دلوقتي الاول، تعالوا اللينك هنا للينك الميثود دي، فانا محتاج اروت انافيجيت. اما كليك على الاد ايكون، الاد ايكون الايكونه اللي فوق اللي اسمها اد، محتاج اروح للشاشه اللي احنا عملناها دلوقتي. اما كليك هنا هروح للشاشه. طب هنروح ازاي؟ عن طريق النافيجيتور، نافيجيتور او الراوتنج. وانا شرحت الراوتنج في بلاي ليست منفصله ممكن ترجع ليها دوت بوش. وهنا خد الكونتكست وبيقول لي اديني الراوت، فالراوت هنا هيكون من نوع ماتيريال بيج راوت، ماتيريال بيج راوت. وهياخد هنا البيلدر، والبيلدر دي هتكون انونيمس فانكشن، هتاخد برضو الكونتكست. وقلنا الكونتكست ده المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي، المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي اللي هو مكان الويدجت اللي انت فيها دلوقتي. وانا هنا هريتيرن النيو انستنس من اد اوثر، هرجع بانستنس او باوبجكت من الايه، من الاد اوثر بالشكل اللي انت شايفه معايا دلوقتي. طبعا هنا في مشكلة، محتاج ان انا امبورت، تعالوا امبورت، امبورت اد اوثر. تمام، لو انا خليته يكمل اوتو كومبليت كان هو هيعمل امبورت اوتوماتيك. وهنعمل كوما كده وكوما كده عشان اما اعمل سيف كنترول اس يبدا هو يأوتو فورمات وينظم الكود زي ما انت شايف معايا بشكل منظم. طيب لو عملت سيف دلوقتي، احنا كنا اوريدي عملنا سيف، لو ضغطت دلوقتي على اد اوثر هيبدا يفتح شاشه جديده اهي، اقدر اكتب فيها الاوثر نيم والاوثر باي. لاحظ ان هي 5 لاين والايدج، بس محتاج ان انا ندي مارجن كده او بادنج. فلو جينا هنا في الاد اوثر وحاولنا نضيف عند الكولم، قلنا له مثلا انا محتاج اراب ويز بادنج، وعملنا باراب هو اوتوماتيك ويز بادنج اهو، كولم ضف هو بادنج وحوالي 8 بيكسل. ده تقريبا ممتازه، مش هتبقى شغاله كويس جدا اهي، حلو قوي. محتاج بقى مبدا اكتب النيم هنا مثلا محمد، وابدا اكتب البايو والايج، واضغط سيف، ابدا اسند اجمع الداتا دي واسندها للسيرفر باستخدام التشابر لايبراري. احنا اتكلمنا على نفس الكلام ده شرحناه بالاتش تي تي بي لايبراري، وبنشرحه تاني بالتشابر لايبراري بالديتيلز بالتفصيل زي ما انت شايف معانا اهو. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ الاول محتاج اجمع الداتا، او فانا هبدا هنا واعرف فاريبلز او اتريبيوتس للفيلدز اللي عندي. فانا هعرف سترينج نيم، وكمان سترينج للبايو، وهعرف انت ايج، وهبدا اجمع الداتا دي عن طريق الاونت تشينج بروبرتي في كل فيلد. فانا مثلا هاجي هنا وهضيف الاون تشينج، والاونت تشينج هتاخد الفاليو، وانا هنا داخل الاونت تشينج هنادي على سيت ستيت، وهاصين النيم الى من الفاليو اللي جاي، من الفاليو اللي جاي عندي. طبعا ممكن فاليو دي تبقى اي اسم عندك او اي مسمى. هاخد الكود ده كوبي، تمام كوبي، وهكرره مره تانية مع البايو، بس هنا هيكون بايو، ومره ثالثه مع الايدج، بس هنا هيكون اتش. وكمان هنعمل كاست عشان ده رقم، فانا هنادي على انت دوت بارس، وهنبارس الفاليو اللي راجعه، ونعمل سيف. طيب كده انا قدرت اجمع الداتا النيم والاتش والبايو. اما يضغط بقى على البطن سيف ايه اللي هيحصل؟ هبدا هنا اجمع الداتا دي واحولها لشكل اوبجكت ماب يعني. فانا ممكن اعرف فاريبل واقول له مثلا ماب واسميها اوثر، وادي الماب اهي عباره كده. انت بتعمل ماب او اوبجكت او جافا سكريبت اوبجكت او جيسون زي ما تسميها يعني، بس احنا هنا في الدورة بنسميه بنقول عليها ماب. فانا بقول له ممكن اعرف عليها فار بدل ماب، اقول له فار على طول وهو اوتوماتيك هيأساين. وطبعا اي ماب او اي جيسون اوبجكت بيبقى عباره عن كي نقطتين فاليو. فالكي انا هعمل كي وكوما وتبدا تدي الكي اللي بعد كده والفاليو اللي بعد كده. طيب الكي هنا هيبقى النيم اللي هيروح للسيرفر.
طيب الفاليو هاخدها من الـ من الاتريبيوت اللي انا جمعت في الديتا اسمه نيم. طيب وبعد كده هيبقى عندي برضو كي اسمه ممكن الكي تكتبه بين دبل او سنجل مش هتفرق معانا. الكي اللي اسمه ايج والفاليو هتبقى الايج. واخيرا الكي اللي اسمه بايو والفاليو اللي اسمها من من الاتريبيوت اللي اسمه بايو. يبقى انا كده قدرت اجمع الداتا كلها اللي اليوزر كتبها النيم وعملتها في شكل ماب اهي. هبدا ابعتها للسيرفر. طبعا انا ممكن اخد اوبجكت هنا من مين؟ من الاوثر. اعرف زي ما انا عملت هنا في المحاضره دي اللي هي ابدا اعرف هنا اتريبيوت من نوع اوثر سيرفيس واجي في الانيت ستيت اعمل له انيشلايز. ممكن اعمل لها كلها في لاين واحد هنا ان انا هنادي على الاوثر سيرفيس سيرفيس دوت كرييت كده انا عندي انستنس منه بس عاوز انادي على الانستنس ده عاوز انادي على كرييت اوثر. لو انت دخلت داخل الاوثر سيرفيس هتلاقي عنده ميثود اسمها كرييت اوثر عاوز انادي على الميثود دي اللي هي موجوده داخل الكلاس ده. فانا هنا كنت محتاج اخد اوبجكت بالشكل ده وهعمل اوبجكت هنا مثلا بالشكل اقول له فار او اوثر سيرفيس اوثر سيرفيس اوثر مثلا او ايه ايكوال الكلام ده. وبعد كده اجي هنا اقول له ايه دوت واقول له هنا كرييت اوثر وابدا ابعت الاوثر اللي عندي. كده شغال مظبوط. بس ممكن نوفر الكود بدل ما تعمله على سطرين. انت الكرييت اوثر بتعود على مين؟ بتعود على الايه. طب الايه ده عباره عن ايه؟ انستنس من مين؟ من الكرييت كرييت سيرفيس. فممكن تعملها بدل السطر ده تلغي ده كده الغي ده معلش متاسف جدا نلغي ده اهو ديليت وهاجي هنا الغي الايه اهي الغي الايه مع الكولم. بس هنا كرييت اوثر بتعود على مين؟ على كرييت. لا انا عاوز كرييت اوثر ترجع لمين؟ للاوبجكت اللي من نوع اوثر سيرفيس فهضيف دوت تانية. فاصبحت دي بنسميها الكاسكيدنج نوتيشن. فاصبح كرييت اوثر بتعود على الاوثر سيرفيس وليس الميثود دي. اعتقد كده واضحه جدا وانا شرحتها كتير جدا في محاضرات قبل كده فالموضوع بسيط كده. انا خلصت. بعد ما اضيف بقى كده هو ضاف بس مش هيرجع للشاشه الرئيسيه. لو انت عملت سيف هتلاقيه ضاف. وتعالى كده نضيف نرجع باك الاول وباك ونشوف اخر معلش كده للاسف واحنا كده فصلنا انا كنت ممكن ريستارت اعمل على الهيستوري واجيب الابلكيشن برضو بسرعه كان هيبقى اسرع من كده. ما علينا. طيب احنا كنا ممكن ضغطنا على الهيستوري وشغلنا الابلكيشن مره تانية كان هيبقى اسرع بدل ما نريبيلد من اول. طيب ما علينا. دلوقتي هبدا ان انا هكتب الداتا وهضيف الاوثر وهيبعت للسيرفر. تعالوا كده نشوف نفتح البوستمان ونروح نعمل نجيب ريكوست على جيت ونجيب ونعمل سند ونجيب كل الاوثرز اللي موجودين عندنا. اهو رجعنا بكل الاوثر من البوستمان ده اخر اوثر هنا اسمه ماي لاست اوثر وده الاي دي بتاعه 42 يبقى ده اللي موجود عندي. طب لو رحنا شفنا البوست جريس كيو ال تعالوا نفتح مع بعض كده البوست جريس كيو ال ادي الداتابيس بتاعتنا. وبنقول يا شباب الداتابيس دي الناس اللي بتسالني كتير انا عاوز استخدم الماي سيكوال هي دي نفس الماي سيكوال وبتقوم باللي بيقوم بالماي سيكوال بالظبط. فانت مش محتاج انت تستخدم الناس اللي شغاله الاكوا داكت مش محتاج تستخدم الماي سيكوال هي دي بتقوم بنفس بوست جريس افضل من الماي سيكوال او بتقوم باللي بيقوم بيه الماي سيكوال. انما ينفع تستخدم الماي سيكوال لو انت بس هتستخدم بلاجن اضافيه انما النيتف على طول معاها هو البوست جريس كيو ال. طيب ما علينا. تعالى دلوقتي نجيب كل الاوثر رايت كليك واقول له هنا فيو اديت ونعرض كل الروز. هتلاقي ان اخر صف عندنا اخر رو موجود عندنا هو رقم 24 وده اللي هو الماي لاست اوثر. لو انا كبرت كده النيم اهو ماي لاست اوثر. طيب كده الايميليتور اشتغل. تعالوا نبدا نضيف واحد جديد وهنا ظاهر عندي هنا اخر واحد زي ما انت شايف اهو ماي لاست اوثر. تعالوا نضيف واحد هنا احمد والبايو احمد ونبست نعمل بيست لورم ابسوم. ده مش لورم ابسوم للاسف ده كود كنا احنا واخدينه كوبي بيست. تعالوا كده نضيف اي لورم نجيب لورم ابسوم ونبدا نضيف بيست وبعد كده الايدج وليكن 44 واد كده هو ضاف بس انا ما رجعش تاني. انما لو انت رجعت هنا
وعملت خلي بالك كان اخر واحد 442 اللي هو ماي لاست اوثر. لو انت عملت سند دلوقتي هتلاقي ضاف واحد تاني اللي هو احمد احمد وبقى رقمه 43 كده شغال تمام. احنا لو رجعنا باك كده لازم اعمل ريفرش او اقفل الابلكيشن وافتحه تاني، فانا محتاج ارجع ويعمل اوتوماتيك هو يظهر هو اوتوماتيك هنا. فدي هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا وفي الابلكيشن هنا واحنا في الهوم واحنا بنفتح الاول تعالوا هنا نبدا نرجع باك. بعد ما ضفت الاوثر هبدا اقول له نافيجيتور دوت بوب، هرجع للشاشه اللي انا كنت جاي منها بوب، وبعد كده اروح للشاشه اللي انا الرئيسيه اللي فيها الليست فيو. ادي الشاشه اللي فيها الليست فيو، وانا بروح ل عند الضغط على الايكون بتون وانا بضغط عشان اروح هنا هعلم المارك دي الميثود دي از اي سينك واقول له هنا وانا رايح للنافيجيتور نافيجيتور من فضلك انا هنتظر الناتج الريزلت. فانا هنا اقول له اويت، استخدم اويت قبل النافيجيتور، فانا هنتظر اللي راجع من النافيجيتور وما انساش ان انا هابديت بقى الليست فيو. كده هو انا انتظرت هو سمع بس الليست فيو ما عملهاش ريفرش، انا محتاج ارن البيلد تاني عشان الليست فيو تبدا تشتغل وتتعرض. فانا هبدا هنا داخل الاون هنا مثلا وهبدا انادي على ست ستيت سيتي ستيت، اسف جدا تعالوا بعد هنا داخل ايوه هنادي على ست ستيت، وبداخل الست ستيت هبدا اقصين تاني السطر ده اللي هو كان بيقول اوثر ريسبونس اوثر سيرفيس دوت جيت اوثر جيت اول اوثر سيرفيس. هبدا انادي على الساين ده اللاين ده ممكن اخده كده كوبي ونبدا نضيفه هنا داخل الست ستيت. دلوقتي لو انا عملت سيف وريرن ورحت جبت مثلا لورم ابسوم وحاولت اضيف اوثر جديد، خلي بالك اخر واحد عشان بنراجع بس مع بعض كده، اخر واحد معانا احمد احمد، تعالوا نضيف تاني هنا اند اوثر ده اند اوثر واند اوثر بايو، وهضيف تكست لورم بيست والسن اي رقم 22 سيف ورجع تاني هنا. لو رجعت the end author بدا يتعرض في نفس الجزء ده. ممكن نضيف كمان ان انا ابدا اعرض توست او مش توست بقى ابدا اعرض سناك بار هير في الحته دي، بعد ما ده في الادي اوثر ابدا اعرض سناك بار، فدي ممكن اضيفها ان انا باجي هنا في الهوم واعمل اعرف كمان حاجه من نوع كي، هقول له هنا var او final home key equal global key من نوع scaffold state، وهبدا اصين الكي ده الهوم كي هقصين. وانا شرحت الكلام ده برضو في محاضرات قبل كده، اتكلمت على السناك بار بالتفصيل وازاي تعرض السناك بار ومشاكل السناك بار، كان ثلاث مشاكل وعرضت حلهم برضو في الفيديوهات في فيديو من الفيديوهات الموجوده. هبدا هنا في السكافولد هقصين الكي، هقول له هنا الكي هيكون من نوع هوم كي، وبعد ما ارجع وانا راجع هنا وبعرض واحنا راجعين هنا وبنعرض الاوثر ريسبونس، وما اجي ممكن اجي بعد ست ستيت هنا وابدا انادي على الماي الهوم كي الهوم كي دوت كرنت ستيت دوت شو سناك بار، وهاخد اوبجكت من نوع سناك بار، وهنا هنبعت له الكونتنت اقول له مثلا ده هيكون تكست وتكتب فيه انت اي رساله انت عاوزها تظهر. انا اقول له هنا يور اوثر هاز بين ادد سكسسفولي، وهبدا اسيف واروح اجيب لورم ابسوم مره تانية ونضيف لورم ابسوم، وهنا نضيف مثلا محمد أسامة أسامة أي اسم كده والأوثر أسامة بايو البايو سوري، وهبدأ أضيف هنا بيست لورم إبسوم والسن أي سن 66 وهقول له آد
رجع وقال لنا هنا your author has been added successfully وبكده تمام واشتغل كويس جدا وظهر هنا الناتج ظهر قدامنا. وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. ما تنساش تدعمنا بشير وسبسكرايب وتسيب تعليقك أسفل الفيديو. عملية الشيرنج يا شباب مهمة جدا جدا عشان نستمر في فيديوهات تاني. ادعمنا بنشر القناة ونشوفكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.